جماعة. A 12-year-old boy is seen on the clinic with his foster mother. يعني أمه بالرعاية، مش أمه الحقيقية. He is in voluntary foster care and his mother has recently been sent to prison. يعني أمه محبوسة وهو في نظام الفوستر كير اللي عندهم. He has a large skin tag on his ear and is being teased، يعني بيضايقوه at school about it. His skin nary to have his this surgically removed and his foster mother is in agreement، يعني الفوستر mother موافقة. His biological father died recently in a car crash but he has met his paternal grandparents، يعني أجداده عايشين، and they live nearby. His parents weren't married، يعني دلوقتي حالته هو 12 سنة وجاي مع أمه بالرعاية، تمام، مش متبنياه، أمه بالرعاية وبابا مامته البيولوجيكال ماذر محبوسة في السجن وبابا اتوفى قريب، تمام، وعنده بس جدوده عايشين. paternal grandparents اللي هو جدوده لأبوه عايشين وأمه ما كانوا، تمام. which هو دلوقتي عايز ايه؟ عايز يشيل السكن، اللارج سكن تاج ديت عايز يشيلها surgically removed، والأم الفوستر ماذر موافقة. السؤال بيقول ايه؟ which of the following can give consent for any proposed surgery for this patient؟ مين اللي هيدي الكونسنت بتاعته؟ select one answer only. assign social worker، السوشيال worker اللي هو ماسك الحالة بتاعته، ولا الفوستر ماذر، ولا الجراند بيرنتس اوف بيرث اوف ذا بيرث فاذر، ولا الماذر، ولا السينيور بيدياتريك سيرجن. ايه رأيكم مين هيديله الكونسنت؟ المظهر انا شايفه المظهر، المظهر، لان المظهر محبوسه بس ما تشالش منها ايوه ال parental responsibility بتقع، بتسقط عنها بس لو حصل adoption. adoption او هي اترفع عليها قضيه من المحكمه والكلام ده، قال المحكمه خدت منها، فهو هنا قال هي محبوسه بس، فهي هنا المظهر هي اللي هتديله. تمام، شوف السؤال اللي وراه. طيب if the biological father hadn't died، لو أبوه كان عايش، which of the following individuals would have parental responsibility regarding operative consent for this child؟ select one answer only. ال assigned social worker on behalf، يعني نيابة عن ال local social services، ولا البيولوجيكال فاذر لو كان عايش named on the birth certificate in January 2014 but there has been no cause for filing، يعني البيولوجيكال فاذر بس ومحطوط اسمه في شهادة الميلاد، تمام، بس ما كان كونتاكت لمدة 5 سنين، ولا biological father who wasn't married to the mother at the time of birth and isn't on the birth certificate، يعني ولا كان متجوز مامته ولا مكتوب اسمه في شهادة الميلاد، ولا ال current partner of the mother، يعني ال يعني ال boyfriend بتاع المذر أو جوزها التاني who has cared for the child for the last 5 years، كان بيعوله لمدة 5 سنين، ولا الفوستر كيرر. متهيألي هيبقى البيولوجيكال فاذر اللي اسمه على شهادة الميلاد، مش مهم، ما ذكروش في قبل كده موضوع الكونتاكس ومش الكونتاكس، أهم حاجة اللي هو اسمه على شهادة ثلاثة مش الميلاد. أحسن وأربعة نو نوت 2004، مش فاهمة. ايوه current partner ديت اللي هو ال boyfriend. هو في حاجة كده في الشيت بتاع ال 101 اسكس 101 اللي هو مش عارف التاريخ سنة كذا
ايوه وكنا حتى بنحسب نشوف سن الطفل قد ايه عند 2003 مش 2004 عشان احنا نتاكد بس من الرقم. هو كانوا قالوا عشان تريحوا نفسكم يبقى الولد أصغر من 13 سنة، كانوا البنات حسبوها بقى تقريبا حوالي 13 سنة. هو اصغر من 13. واحد ديسمبر 2003. طيب اقراها لنا كده على بعض. طيب معاها 13 سنة دي تتغير على حسب سنة الامتحان، يعني احنا السنة اللي فاتت كنا قلنا 13 سنة قبل الامتحان عشان نريح نفسنا، يعني هي 13 سنة دي مش ثابتة. طيب تمام. There is a legal presumption that the man who's married to the mother is the biological and thus legal father, whatever the truth of the situation. If married to the mother at the time of birth, the father will have parental responsibility. An unmarried father whose name appears on the birth certificate on or after 1 December 2003. لا يبقى كده صح. On or after يعني بعد كده، وهو هنا ده يناير 2004 يبقى كده مظبوط. هو ده الحياة ده يبقى هي دي الإجابة. دي الإجابة. Automatically has parental responsibility by marriage to the mother. يعني لو هو قبل 2003 واسمه مش مارد للأم واسمه مش مكتوب، قبل كده ما دام مش متجوزها ولا اسمه مكتوب في شهادة الميلاد، حتى لو هو البيولوجي خاطر ملوش حاجة. تمام، واسم هو من اختيار بي. طيب تمام صح. الأولى المزر والتانية بيولوجيكال فاذر اللي اسمه على شهادة الميلاد سنة 2004. طيب بيقول explanation. ال parental responsibility refers to the duties placed on the adult who has an explicit role in the care of the child. A mother automatically الأم automatic عندها parental responsibility for her child from birth, and this responsibility remains whatever مهما حصل the domestic or personal circumstances of the mother. يعني محبوسة في المستشفى ما whatever الحالة بتاعتها. It can only be removed if the mother voluntarily يعني هي بإرادتها surrender سلمت this role, or if the responsibility is removed by court order. يعني voluntary surrender يعني هي عرضته للتبني تمام، او responsibility removed by the court order يقول لك اللي هي الكورت طلعت order اللي هي خلاص ما فيهاش عليها responsibility. The father of a child surrenders سلمت يعني الرول ده، او في الحالة دي سلمت سلمت الرول ده يعني عرضته للتبني، او قصده عرضته للتبني. The father of a child has parental responsibility the mother of the child تمام، او listed on the birth certificate بعد ايه ديسمبر 2003 تمام. This responsibility continues even if the parent subsequently divorced. حتى لو حصل divorce بعد كده. If the parent weren't married at the time of birth، لو هما ما كانوش متزوجين، the father can only obtain the legal responsibility for his child by jointly registering the birth of the child with the mother. اللي هو يكون اسمه مكتوب على شهادة الميلاد. And thereby being named on the birth certificate by marrying the mother and by obtaining formal legally recognized written agreement with the mother
how by asking a court law to allocate such a responsibility. يبقى هو لو ال parents ما كانوش married عند وقت ال birth تمام الفاذر امتى بياخد legal responsibility؟ يا اما هو سجله باسمه تمام birth certificate registering the birth of the child with the mother راح هو والام وسجلوه باسمه تمام اتجوز مامته by marrying the mother او by obtaining formal راح بقى خد formal legally recognized written agreement من الام اللي هو باباه ولي parental responsibility او راح للمحكمه court of law to allocate such a responsibility علشان تديله responsibility. same sex partners اللي هو الاثنين males او الاثنين females who were civil partners at the time دول بيتجوزوا جواز مدني كانوا متجوزين جواز مدني at the time of the treatment will both have parental responsibility الاثنين هيبقوا عندهم parental responsibility. Children may be placed into the care of foster parents. الأطفال بيروحوا تحت رعاية دار الرعاية foster parents on a voluntary basis. And this is arranged through the local social service team. The parents, however, retain the full legal responsibility. Retain يعني لسه بيبقى معاهم the full legal responsibility for the child. Similarly, the child may be placed with a foster family following court order. تمام? And in this situation, parental responsibilities lies with the local authority who shares it with the parents. يعني برضو مش هتتشال بس هيبقى في ايه في يعني ال local authority ليها دور برضو في responsibility مع ال parents. The mother would retain this until it was removed. تمام. Foster carers therefore have significant responsibility for the day-to-day care of the children in their care and make a wide range of decisions. But parental responsibility isn't transferred to a foster carer. الفوستر كيرر ما بياخدش parental responsibility هو بيهتم بالأولاد in daily basis بس لكن القرارات الكبيرة زي العلاج والسيرجر والكلام ده ملوش دعوة بيها. The carers must seek permission from those with the parental responsibility سواء كان الكورت ولا المذر ولا الفاذر for any significant intervention. Families who adopt a child, البنوبه التبني will be given the parental responsibility by the court ruling. دول خلاص دول خدوا ال parental responsibility لان الادوبشن ده معناها للام والاب تنازلوا اصلا عن responsibility. The two parents named on the adoption application will have joint and equal responsibility whether this is in a different sex or same sex relationship. الاثنين اسامي البيرنس الاثنين سواء الاثنين ميل او الاثنين فيميل او ميل وفيميل الاثنين هياخدوا equal responsibility ما دام اسمهم مكتوب على الادوبشن ابلكيشن. consent is the process of giving permission for same sex زي ما قلنا اللي هما بيكونوا متجوزين جواز مدني civil partners. ما مش عندنا الكلام ده مش عندنا هناك بره اللي هو يبقى اتنين males او اتنين females بيتجوزوا جواز مدني وممكن بيعملوا adoption للأطفال. consent is the process of giving permission. أيوه homosexual. Consent is the process of giving permission for another individual to undertake a course of action that would otherwise be interrupted as battery and assault. Interpreted يعتبر assault.
يعني الكونسنت ده اللي انا بدي بيرميشن للانديفيدوال اللي هو ياخد اي اكشن، لو انا مش مدي البيرميشن ديت ممكن يعتبر assault، اعتداء يعني. such consent is required تمام for all medical intervention، عشان بعد كده ما يجوش يرفعوا عليهم قضايا. although it doesn't necessarily needed to be in a written form، مش لازم تبقى in a written form. الجزء ده جالنا في امتحان الفوق بتاعنا، على الكونسنت كان جايبين اللي دخلوا معايا الامتحان اللي فات تقريبا بنت عندها الزايدة بس مش emergency اللي هم يعملوها لها دلوقتي، وكانت امها مسافرة تمام وسايباها مش عارفة مع البارتنر بتاعها ولا مع جدتها. المهم فهي كان في الاختيارات كان في call the mother، واحنا كنا مختلفين هل ال consent هتتاخد by phone ولا لا. بس فهو هنا بيقول ايه doesn't necessarily needed to be written form. ايوه انا جاوبت يا ميرفت، انا جاوبتها by phone وجبت 100 في الاسكس. ايوه احنا يا ميرفت جاوبتها by phone وجبت 100 في الاسكس. تمام. هو قال ذكر قال الام يعني هي واعيه وفاهمه الحاصل شنو. ايوه لا انا كان مشكلتي مع السؤال ده، هل هو ينفع ياخد الكونسنت؟ أيوة. كتير كنت ممكن الام تنكر وكده. تنكر الا لو كانت مقيمه متسجله بقى، بس هو كده خلاص قطع لنا الشك باليقين اللي هو ممكن مش لازم تبقى in written form. تمام. The transition from a child who is unable to give consent to an independent adult who is capable of taking decision on very complex options is different for different individuals, different backgrounds and different problems. Transition, الانتقال from a dependent child who is unable to give a consent تمام to an independent adult who is capable of taking decisions. مش فاهمة يعني عايز يقول ايه يعني الفترة بتاعت العمر بين انه هو ما قاعد هو dependent على امه وابوه 12 ل 16 يعني. ايوه الفترة دي اسمها transition period. تمام. طيب consent and refusal to consent are opposite views on the same question but lead to different guidance for the patient and the clinician. Type. They are seen as different entities within the legal status. Consent. يعني ادى consent ولا رفض اللي هو يعمل consent. طيب بيشوفوها different entities يعني مسألتين مختلفتين تماما في legal authorities عنده. طيب فاضل كتير معلش يا علي اكملي قراية ثواني. طيب اوكي. In order for a young person under 16 to be able to consent or to refuse consent, they must be deemed to have capacity. This implies they understand the nature, purpose, and possible consequences of the investigations or treatments proposed, as well as the consequences of not having treatment. يعني في حالة إن الولد ده كان أقل من 16 سنة ان هو ينفع يدي consent ولا ما ينفعش، ده بيعتمد على الكاباسيتي بتاعته. تمام. هل هو فاهم طبيعة العملية اللي هو هيعملها والغرض منها والpossibility بتاعتها ولا لا. تمام. وكمان الحاجات المترتبة عليها as well as the consequences of not having the treatment، يعني النتائج بتاعة العلاج وعدم العلاج. طيب. Only if they are able to understand, retain, use, and weigh this information and communicate their decision to others can they consent to that investigation or treatment.
يعني في حالة ان هم فاهمين وواعيين للكلام ده يعني بيوزنوا الانفورميشن دي في دماغهم كويس ساعتها حيقدر ان هو يكونسنت للانفستيجيشن او للتريتمنت. Clearly, all relevant information has to be discussed before deciding whether or not a child or young person has the capacity to consent. In كل المعلومات دي الأول بنعرف هل الطفل ده له أصلا capacity إن هو consent ولا لا. تمام؟ طيب تمام. رجعت يا بي. طب تفضلي. The General Medical Council states that the clinician must assess maturity and understanding on an individual basis and with regard to the complexity and importance of the decision to be made. يعني هو بيجيبه لنا كده في الاختيارات يقول ايه assess الـ يعمل assess اذا كان هو فاهم الادفانتجز والديسادفانتجز بتاعت البروسيجر او الاوتكم بتاع البروسيجر. تمام. ساعتها بعدها اقرر اذا كان هو يقدر يدي كونسنت ولا لا. تمام. Simple interventions may be understood and the consent obtained in a child who may not be in a position to consent. يعني سنو أقل to a more complex and risky procedure. Simple may be understood and consent obtained may who may not be in a position to consent. يعني هو لو في simple ممكن يفهمها ويدي consent في حين لو هو more complex وrisky procedure مش هيفهم. It is therefore the clinician هو اللي بيقرر make this assessment of the capacity to understand and clear records must be kept. Refusal of treatment by a young person requires more treatment checks and safeguards to be in place. ليها إجراءات تانية. If the refusal isn't so to be in the best interest, يعني الرفيوزل ده هيضره not in the best interest of the young person, then the doctor may seek the consent of the parents. خلاص سيبك من الولد وشوف البيرنتس. It may however be necessary to seek court approval. ممكن أروح للكورت. As such decision may conflict with the human rights of the individuals. It is possible in some cases for parents or the courts to overrule the decision of the young person. في حالات معينة ممكن اللي هو ال young person ده يبقى رافض العلاج بس ال parents والcourts لا موافقين اللي هو يكمل العلاج فبيعمل overrule على القرار بتاعه. All the practice facility of implementing the decision may be difficult. بس انت الصعوبة اللي انت ايه تطبق الموضوع ده عشان تدي رافض العلاج هتدي له العلاج غصب عنه ازاي. في جزء هنا تقريبا في بيقول لك في شيت بتاع 101 في ايرلندا تقريبا ولا في ايه في حتة معينة اللي هو ال young person ده ممكن يرفض العلاج ومحدش يقدر يناقشه ولا الكورت ولا البيرنس ولا اي حد تقريبا في ايرلندا برضو نبقى نتاكد منها دي. لا في اسكتلندا اعتقد اسكتلندا ايرلندا حاجه كده يعني هي بلد اسكتلندا بلد كده معينه بيجيب فيها تركه في السؤال يعني هو ما بينفعش تعمل اوفر رول عليه قوانينهم. تمام. It is accepted that in emergency situation life-saving treatment can be given without consent. في حالات الامرجنسي life-saving مش لازم consent. As long as it is in the patient's best interest. Usually a clinical practice that two senior clinicians make the decision. اثنين seniors هم ياخدوا decision ده بتاع life-saving في الامرجنسي من غير consent. تمام. خلصت ولا لسه في باقي؟ خلاص تمام. موضوع كونسنت ده مهم جدا يا جماعة في الاسك بيحبوه جدا في الأسئلة. خلاص وقف التسجيل عليها ونشوفوا الامتحان.